هنبتدي مع الاسكواش، واتأهلت نوران جوهر للدور النهائي لبطولة السيدات للاسكواش بعد ما فازت في مباراة نص النهائي على سلمى هاني المصنفة الـ12 عالميا بنتيجة 3-0. جت نتيجة الأشواط كالتالي 4-11 7-11 4-11 في مباراة استغرقت 41 دقيقة عشان تقرب أكتر جوهر من تحقيق أول بطولة ليها في 2023. من المقرر أنها تواجه نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا مع منافستها أوليفيا كلاين المصنفة الـ16 عالميا في مباراة النهائية أو المباراة النهائية للبطولة. وانطلقت البطولة لسيدات السكواش يوم 12 فبراير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بمجموع جوائز وصلت لـ75 ألف دولار، وبتعتبر هي إحدى البطولات البرونزية وبيشارك بيها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم. نروح معاكم للرماية، وبيواصل اتحاد الرماية استعداداته لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للرماية بندقية ومسدس في الفترة من 17 لغاية 23 فبراير بمشاركة 376 لاعب ولاعبة من 51 دولة على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة. وكان رفع مسؤولين الاتحاد المصري حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة عشان يجهزوا كل وينتهوا كمان طبعا من كل التجهيزات خصوصا الخاصة بالحاجات اللوجستية لاستضافة البطولة من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة عشان تخرج البطولة بأفضل صورة، وعلى رأسها أكيد الجهات الأمنية وزارة الشباب والرياضة كمان ونادي الرماية في مدينة مصر الأولمبية. كان الرماية قد استضافت قبل كده خلال يومين اللي فاتوا دول البطولة العربية في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.